اليوم بتاريخ 25/1/2020 متظاهري اهالي بابل حبوا يوصلون رسالة. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الى احرار وثوار العراق الشرفاء من كل محافظاتنا العزيزة، اخوانكم متظاهري ومعتصمي بابل من الطريق السريع الدولي لليوم الخامس على التوالي، مستمرين وصامدين ان شاء الله، مصرين على تحقيق المطالب مهما كان الثمن، سواء كان الثمن قمع او استشهاد، المهم احنا مصرين اما تحقيق المطالب واما الشهادة. مطالبنا واضحة ومعروفة، وبعد 100 يوم من التظاهر والاعتصام في الساحات لجأنا للتصعيد بالتنسيق مع بقية المحافظات، وهذا احنا من خلال هذا الفيديو نوجه رسالة انه التنسيق اللي صار وثلاث محافظات قطعت سويا، ندعو اليوم بقية المحافظات للتآزر والتوحد اكثر والهمة ورد الساحات اكثر من اجل تحقيق المطالب، واحنا ان شاء الله مستمرين وعازمين حتى اختيار رئيس وزراء مهني وكفو والتصويت على قانون الانتخابات وتعديله، وايضا تحديد موعد الانتخابات المبكره، واي تراجع ماكو ان شاء الله، وما النصر الا من عند الله. موفقين ان شاء الله. الله يبقى.